أهلا بكم في جولة أخبار جديدة من المحافظات المصرية، نبدأها لكم من محافظة شمال سيناء، حيث تحتفل المحافظة بالذكرى 39 لانتصارات 6 أكتوبر. وفي إطار هذه الاحتفالات، وضع المحافظ اللواء سيد عبد الفتاح رحور ومدير الأمن وقائد قوات الجيش إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. معنا من شمال سيناء الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، حدثنا عن مظاهر الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر لديك. هو طبعا نعم، ضحى بدأت احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 39 لانتصارات حرب أكتوبر وعبور القوات المسلحة على قناة السويس وتحرير سيناء. قام اللواء في بداية الاحتفالات قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أحمد بكر مدير الأمن واللواء رضا فضل قائد قوات الجيش بضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الأبطال بالعريش وسط عدد كبير من أبناء محافظة شمال سيناء. وكذلك كان يشاركهم الحاج عبد الله جهامه رئيس جمعية مجاهدي سيناء وعدد من المجاهدين ومشايخ القبائل. وأكد المحافظ خلال مؤتمر عقد بعد ذلك بالمهنئين بالعيد على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء في مختلف القطاعات واهتمام خاص من القيادة السياسية وحرص الرئيس الدكتور محمد مرسي على مشاركة أبناء سيناء فرحتهم واحتفالاتهم بانتصارات اكتوبر التي كان لها اصلا كبير في استرداد الكرامه والعزه لمصر والعرب اجمعين. كما نقل المحافظ تحيات الرئيس لاهالي سيناء وتهنئتهم بهذه المناسبه وحيا القوات المسلحه المصريه الدرع الوطن وحيا المجاهدين الذين ادوا دورهم البطولي من اجل تحرير سيناء. كذلك حيا ارواح الشهداء الذين سالت دمائهم على ارض سيناء وادت الى تحريرها، مشيرا ان دماء المسلم والمسيحي اختلطت برمال سيناء في 6 أكتوبر، وطلب من الجميع باستلهام روح أكتوبر في تنمية وتعمير سيناء والعمل على الحفاظ عليها، وأن يكونوا متفقين لكل ما يحاكى ضد مصر وسيناء من مؤامرات، وأن يكونوا يدا واحدة لدفع أي خطر يهدد سيناء والوطن أم مصر. وقدم المحافظ كذلك تهنئته للسيد الرئيس والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة أكتوبر، وتهنئته لأهل سيناء وعلى رأسهم المجاهدين الذين كانوا دورا كبير في تحرير أرض سيناء. صحفي ماهر إسماعيل، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة الفيوم، نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالفيوم مؤتمرها النسائي الثاني بمقر الحزب، وتناول المؤتمر عرض لأهم إنجازات أمانة المرأة على مستوى المحافظة خلال المرحلة الماضية ومناقشة أهم المقترحات حول العمل في المرحلة المقبلة. على صعيد آخر، بدأ حزب الحرية والعدالة حملة التعليم أساس النهضة بفاعلية تطوير المدارس، وبدأت الحملة بإصلاح وترميم المعهد الأزهري بقرية أبهيت الحجر. وفي خبر آخر، نظم عدد من شباب القوى الثورية والسياسية وأعضاء حركة كفاية وقفة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بأخوانة المحافظة. وقد اتهم المتظاهرون المحافظ أحمد علي أحمد بتوزيع اسطوانات الغاز على المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دون باقي مواطني المحافظة. معنا من الفيوم الصحفية هيام عزام. هيام، ما أهم ما ناقشه المؤتمر؟ نبدأ به. استاذ، كان هناك بعض النقاط التي تحدث عن انجازات المراه على مستوى المحافظه خلال المرحله الماضيه. كما تمت المناقشه والاستماع لاهم المقترحات والمشاركات حول العمل في المرحله المقبله مع العضوات الحاضرات. ايضا القى يحيى سعد امين التفكيك بالحزب فتره تشريفيه سياسيه تحدث خلالها حول المشهد السياسي الراهن وما تشهده الساحه السياسيه من متغيرات وما يطوى عليها. كان شاهد المؤتمر النسائي ايضا على هامش عرض حوارات مفتوحه وورش عمل حول المقترحات واهم الافكار للعمل زياده نسبه مشاركه امانه المراه في الدور المجتمعي بالفيوم. نعم، ما هي انجازات الحزب شان المراه خلال الفتره الماضيه هيام؟ هم يقصدون بانجازات المراه هو قيام اعضاء او اعضاء الحزب بالتوجه لبعض القرى الناميه وايضا عقد بعض اللقاءات مع بعض السيدات لتقديم بعض التوعيه الخاصه بالسيده الريفيه واللقاءات التي تعقد خلال الفتره الماضيه. نعم، ماذا ايضا عن ترميم المعهد الازهري هيام؟ ترميم المعهد الازهري جاء ضمن حملة تنفيذ مشروع هنطور مدارسنا بمحافظة الفيوم والذي تبناه حزب الحرية والعدالة بالمحافظة. الحزب قام وبعض أعضاء الحزب وبعض أعضاء الحملة بالتوجه إلى قرية أبهيت الحجر، وكان أول العمل الذي قاموا به هو ترميم المعهد الأزهري بقرية أبهيت الحجر ودراسة بناء سور مدرسة الساحة الابتدائية بمركز النور.
ايضا طال محمد شعبان امين الوحده الحزبيه بالحريه والعداله بقريه ابيد. اما الحزب هو تشييد حمله بالامس توجه الى قريه ابيد حبط، حيث يوجد هناك معهد ابتدائي، والمعهد يفتخر الى عدم وجود ملعب مناسب كما يحلو من وجود علم مصر الذي يشعر الطالب بالانتماء اليه. نعم هيام، دعينا نتحدث عن حقيقة اتهامات المتظاهرين للمحافظ بعدم العدالة في توزيع اسطوانات الغاز. نعم، كانت هناك صباح اليوم مظاهرة حشدة ضمت العديد من شباب القوى الثورية والسياسية، وكانت بقيادة حركة كفاية وحزب العمال والفلاحين. وقفوا أمام مبنى محافظة الفيوم يقفون ضد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، وأيضا ضد الإخوان المسلمين وضد أعضاء حزب الحرية والعدالة. المتظاهرين أكدوا أن في ظل الأزمة التي تشهدها محافظة الفيوم من غياب اسطوانات الغاز وعدم توفرها بشكل كبير، وأيضا وصلت اسطوانة الغاز إلى أكثر من 60 جنيه في بعض المناطق النامية، لم يحصل على حصة الأهالي سوى من ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة ومن ينتمي تحديدا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهم من يقومون بتوزيع الغاز كما حدث منذ أيام من بعض أهالي حي دارمات الذين تجمعوا أمام المحافظة اعتراضا على هذا الفعل الذي يقوم به المحافظة. ايضا المتظاهرين اكدوا ان ابواب المحافظه لم تفتح الا لجماعه الاخوان المسلمين، وايضا مكتب المحافظ لم يفتح الا لمن ينتمي الى حزب الحريه والعداله، واكدوا على استمرارهم في التظاهر حتى يتم اطاله المحافظ وتوقف المهزله وتوقف الافعال التي وصفوها بالمهزله داخل الديوان العام لمحافظه الفيوم. نعم هيام، دعينا اخيرا نتحدث عن الاحتفال بحرب اكتوبر في المحافظه. بالفعل المحافظه منذ صباح الباكر شهدت احتفال حاشد، حيث اطلقت بعض كان هناك احتفال بالجندي المجهول شارك فيه محافظ الفيوم وبعض اعضاء المحافظه وقيادتها ومدير الامن وايضا المستشار العام لمحافظه الفيوم، وتم وضع تكليل الظهور على الجندي المجهول بميدان قارون اكبر ميادين الفيوم. اشكرك شكرا جزيلا الصحفيه هيام عزام. وإلى محافظة البحر الأحمر، حيث غمرت مياه الصرف الصحي عشرات المنازل في منطقة الاستاد بمدينة الغردقة، واشتكى السكان من تكرار مشكلات الصرف الصحي التي تؤدي إلى غرق منازلهم. من ناحية أخرى، نظم عدد من العاملين بمكتبة مصر العامة وقفة احتجاجية أمام المكتبة بالغردقة احتجاجا على تصريحات وزير الآثار بتحويل المكتبة إلى متحف آثار. على صعيد آخر، احتفلت المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، وزار المحافظ اللواء محمد كامل القطاع العسكري والمطار الحربي والمنطقة البحرية، كما أهدى درع المحافظة للقيادات العسكرية. معنا من البحر الأحمر الصحفي كمال رشاد. كمال، حدثنا عن غرق منازل منطقة الاستاد بمياه الصرف الصحي. بالفعل ضحى، هي مأساة يعيشها العشرات من سكان منطقة الإستاد القديم بمدينة الغردقة، حيث المياه تغمر منازلهم بسبب انسداد الخط الرئيسي بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 4000 نسمة. السكان يقضون الليل في كف مياه المجاري التي هي أصبحت رفيقة لهم فضلا عن الروائح الكريهة. أكدوا للجزيرة مباشر ضحى أن هذه المياه لم يمر أسبوعا وتأتي مرة أخرى، خاصة وأن منسوب منازلهم أو أقل من الخط الرئيسي، فعندما يحدث أي انسداد لماسورة الخط الرئيسي فبالتالي تنغمر تخرج المياه الصرف من باطن الأرض. هذه المنازل أو السكان اشتكوا مرارا إيجاد حل لتلك الأزمة، ولكن طبقا لكلام احد المسؤولين بمحطه مياه الشرب والصرف الصحي قال انه علينا ان نتحرك بمجرد ابلاغنا، ولكن في القريب هذا ما قاله، في القريب ان شاء الله سوف يتم تغيير الخط او رفع منسوب ضخه. يعني كم عدد المنازل كمان المتضرره؟ المتضرره من هي التي قمنا بزيارتها أمس وتفقدناها وتجولنا داخل بعضها، أكثر من 25 منزلا بالإضافة إلى
أكثر من 10 محل تجارية بنفس المنطقة. لماذا لم تتحرك المحافظة حتى الآن والجهات التنفيذية لحل تلك المشكلة؟ وجدنا بالفعل سيارتين من الدعم الفني من شركة مياه الشرب والصرف الصحي يقومون بتيسير أو تيسير مرور الانسداد حتى يتوقف الضخ داخل هذه المنازل، ولكن حتى هذه اللحظة ربما يكونوا قد أتموا هذا العمل. دعنا نتحدث عن احتجاجات العاملين بمكتبة مصر، كيف سيتم تحويل المكتبة إلى متحف؟ هو اقتراح قاله وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أثناء زيارته أول أمس إلى مدينة الغردقة وتفقده لهذه المكتبة، قال أو اقترح بتحويل هذه المكتبة إلى متحف آثار. هذا الاقتراح أثار غضب العاملين وأعضاء المكتبة العامة، وقال قالوا أن كيف يتم إلغاء مكتبة عامة ويتم تحويلها إلى متحف للآثار، وفي نفس الوقت أن هناك مكان مخصص للمتحف الآثار، ولكن طبقا لكلام أحد المصادر داخل المكتبة قال أن الوزير قال أن هذه المكتبة جاهزة ولا تتطلب ميزانية، وأنه يمكن استغلال هذا المكان كمتحف عالمي بدلا من المكان القديم الذي خصص للوزارة بطريق مطار الغردقة، خاصة وأن هكذا قال، خاصة وأن هناك عجز بالموازنة لدى وزارة الآثار وعليها ديون تصل إلى 400 مليون لشركات المقاولات، فهذا الرجل قال أن هذا المكان جاهز ومن ثم يصبح متحف للآثار، ولكن هذا أغضب أبناء البحر الأحمر والمثقفين وعنونوا بعض اللافتات ووقفوا أمام مكتبة مبارك القديم والذي أصبح اسمها الآن مكتبة العامة رافضين هذا الاقتراح. كمال رشاد الصحفي أشكرك جزيل الشكر، وننتقل مشاهدينا إلى محافظة دمياط حيث نظم عشرات من أعضاء حزب الدستور سلاسل بشرية في ميدان الساعة للتعريف بالحزب وأهدافه، بينما بدأ أعضاء الحزب في الكليات بتشجيع الطلاب للمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية لتفعيل دور النشاط الطلابي داخل الجامعات. من ناحية أخرى عقد المجلس الإقليمي للصحة بمحافظة دمياط اجتماعا برئاسة المحافظ اللواء محمد علي فليفل لبحث الاستراتيجية التي تنفذها المحافظة لتنمية قطاع الصحة، وأشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة بدمياط. معنا من دمياط الصحفي عماد الشاذلي. عماد، حدثنا عن فعاليات حزب الدستور للتعريف بالحزب. بالفعل ضحى اعضاء حزب الدستور في دمياط واصلوا نشاطهم للتعريف بالحزب بالامس، نظموا سلاسل البشريه بطول كورنيش النيل وحتى ميدان الساعه في مدينه دمياط، حمل اعضاء الحزب لافتات تحمل عبارات توضح اهداف الحزب وتستنكر ايضا المكاسب بالمقدسات الدينيه. حزب الدستور ايضا ضحى سبق ان قام خلال الايام الماضيه بنشاط على مستوى جامعه دمياط، نظموا عدة عدد من اللقاءات التعريفية مع طلاب الكليات وقاموا بتوزيع بيانات تعرف بالحزب وتدعو الطلاب بالمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك بغرض تفعيل النشاط الطلابي داخل كليات دمياط. ما الذي تمت مناقشته في اجتماع المجلس الإقليمي للصحة؟ المجلس الإقليمي عقد اجتماعه أمس الأول برئاسة اللواء محمد علي سليف في محافظة دمياط وبحث استراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الصحة والرعاية الصحية وخدماتها المختلفة. المحافظ قال أنه سيتم استلام الأعمال الجارية بمستشفى دمياط التخصصي لتدخل العمل مرحليا باعتبارها تمثل مطلبا ملحا للمرضى بعد أن أصبح لديها أجهزة عالية التقنية مثل جهاز الرنين المغناطيسي، كذلك أيضا سيتم إجراء كافة الفحوصات في العيادة الخارجية. ناقش أيضا ضحى مجلس الإقليمي ناقشوا كيفية التخلص من النفايات بالمستشفيات، وقال أن المحافظ أن لجنة من البيئة ستزور المحافظة لعمل تصريح لمحرقة عزبة فرج بالزرقاء ساعة 1 طن يوميا لحل هذه المحرقة تحل ما يقرب من 40% من الأزمة، كذلك إصلاح المحرقة الداخلية بمستشفى كفر سعد لتحقيق كفاءتها وزيادتها. المحافظ أكثر أيضا على موافقته على إنشاء بنك الدم على قطعة الأرض المخصصة بجوار مستشفى الصدر، وذلك حل مشكلة ضيق مساحة المقر الحالي. نعم، الصحفي عماد الشاذلي أشكرك جزيل الشكر.
في محافظة السويس نظم تكتل شباب السويس وحركة السادس من إبريل والتيار الشعبي وقفة بميدان شهداء 25 من يناير بحي 40 لإعلان تضامنهم مع إضراب الأطباء. وشارك في الوقفة عدد من الأطباء الذين رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم بإقرار الكادر وزيادة ميزانية الصحة. وفي شأن آخر، وافقت شركة موانئ دبي التي تدير ميناء السخنة بالسويس على إطلاع العاملين على الميزانية السنوية للميناء من خلال مكتب محاسب قانوني يثق فيه العمال للتعرف على أرباحهم السنوية المستحقة. معنا من السويس الصحفي كريم عبد المعين. كريم، ما تطورات إضراب الأطباء بالمحافظة؟ نعم، ما زال هناك إضراب جزئي لأطباء محافظة السويس في المستشفى العام ومستشفيات الحميات والصدر. هم يطالبون بأن يكون هناك كادر خاص للأطباء وأن يتم رفع ميزانية الرعاية الصحية لمحافظة السويس. قالوا أنه من غير المعقول أن يكون نصيب الفرد في محافظة السويس 11 جنيه فقط سنويا للعلاج. هم يؤكدون أن مطالبهم ليست مطالب مالية فقط، ولكنهم يطالبون بأن يكون هناك رعاية صحية جيدة تقدم بشكل محترم لأبناء محافظة السويس. اشتكوا كثيرا من سوء الخدمة المقدمة في مستشفى التأمين الصحي وفي مستشفى السويس العام. مستشفى السويس العام تعمل بأجهزة قديمة منذ سنوات. هم يطالبون بضرورة تطوير هذه الأجهزة، ويؤكدون أيضا على ضرورة أن يتم إنشاء مستشفى عام آخر في المحافظة لاستيعاب الزيادة السكانية. في هذه النقطة تحديدا أود أن أشير إلى أن هناك مستشفى كانت من المفترض أن تقام بمنطقة التوفيقية بطريق مصر السويس، إلا أن هذه المستشفى توقفت عن العمل منذ عام 1998 دون أي أسباب واضحة. الأطباء يؤكدون أنهم يعملون بشكل جاد في قسم الاستقبال ويتلقون المصابين في الحوادث. كانت هناك حادثة في محافظة السويس أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 29 شخص آخر، قاموا بإنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم. نعم، دعنا نتحدث عن موضوع آخر، وهو كيف وافقت شرطة موانئ دبي على إطلاع العاملين على الميزانية السنوية؟ دائما أصبحت موانئ دبي وميناء السخنة تحديدا الذي تديره هذه الشركة على موعد مع الإزمات والإضرابات العمالية. العمال يطالبون بأن يكون هناك حق أصيل لهم بأن يطلعوا على الميزانية وأن يعلموا ما هي الأرباح التي من المفترض أن يتم صرفها لهم بنسبة 10% من الأرباح السنوية حسبما أكد وأقره قانون العمل. كانت هناك أزمات في الفترة الماضية بين إدارة الشركة المشغلة للميناء وبين العمال أدى إلى بطء شديد في حركة تداول الحاويات. فسره كثير من المتابعين إلى أن العمال يطالبون بضرورة أن يكون هناك حلول فورية لمشاكلهم، وأن يكون هناك حق لهم في الاطلاع على الميزانية، وأن يكون هناك هيكلة إدارية. وهو ما دعا اللواء سمير عجلان محافظ السويس إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حيث تقوم بحل بإيجاد حلول للمشاكل المتكررة بين إدارة الشركة وعمال الميناء. إدارة الشركة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها وافقت على أن يقوم العمال بتكليف مكتب محاسبة قانوني ومعتمد يقوم بالاطلاع على الميزانية وحق كل عامل في الحصول على الأرباح. الصحفي كريم عبد المعين، أشكرك جزيل الشكر. إلى محافظة الغربية، حيث قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر إن عدد حالات الإصابة بمرض الغدة النكافية وصل إلى 48 مصاب. من جانبه أكد مدير الطب الوقائي أنه تم عمل مسح شامل للقرى التي ظهر بها عدة حالات خاصة بين الطلاب والمخالطين لهم للتأكد من سلامتهم من المرض. معنا من الغربية الصحفي محمد عوف. محمد، حدثنا عن تطورات الإصابة بمرض الغدة النكافية. يعني زي ما قلت دوحة، شهدت محافظة الغربية حالة من الذعر والفزع بين أولياء الأمور وأولياء الأمور تلاميذ مختلف المدارس، خاصة عقب ظهور مرض الغدة النكافية في عدة مدارس بمركز المحلة الكبرى. هناك حالة من الطوارئ رفعتها مديرية الصحة الغربية لمواجهة هذا المرض، حيث بلغ عدد الحالات حتى الآن والتي تم اكتشافها 48 حالة مصابة بالمرض، منها 19 حالة بشبرا ملكان، وباقي الحالات بمدارس مختلفة بقرية بولقينا وقرى وقرية محلة أبو علي بمركز المحلة.
الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أمر بتشكيل لجان مكثفة لمتابعة الحالة الصحية للحالات المصابة بالعدوى، وكلف الدكتور علي شاهد مدير إدارة الطب الوقائي بتدشين حملات وقائية مدعومة بعينات وأمصال للتحصين ضد العدوى. وبحسب تصريح الدكتور علي شاهد مدير إدارة الطب الوقائي للجزيرة مباشر مصر، فإن هذا المرض ليس بالخطير والذي يستدعي تخوف المواطنين، وهو مثل الإنفلونزا العادية، وينتهي أيضا وينتهي بالحصول على بحصول المريض على اللازم العلاج اللازم. وللحد من انتشار هذا المرض أكد أنه تم عمل مسح طبي شامل في القرى التي ظهر بها، خاصة بين الطلاب والمخالطين لهم للتأكد من خلوهم من هذا المرض. لكن بعد أن يظهر المرض كيف يتم التعامل مع المصابين؟ يعني التعامل مع المصابين يتم يعني وضعهم في أماكن خالية بمفردهم حتى لا تنتقل العدوى للآخرين، لأن هذا المرض ينتقل عن طريق العدوى، وبالتالي الحالات التي أصيبت عن طريق العدوى بسبب عدم يعني بسبب اختلاطهم ببعض، وهو ما تم يعني ما فعلته مدير الصحة بأن تم يعني إبعاد هؤلاء المصابين في أماكن مختلفة حتى لا يتم العدوى للآخرين، وهو ما تم بالفعل في الحالات السابقة. نعم، الصحفي محمد عوف أشكرك جزيل الشكر. ننتقل مشاهدينا إلى محافظة سوهاج، حيث أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ في مستشفياتها بعد اكتشاف إصابة 14 طالبا بمرض الغدة النكافية بمدارس المراغة وطما وسوهاج. وأرسلت مديرية الصحة قوافلها الطبية نحو القرى والمدارس التي ظهرت بها حالات الإصابة لتفقدها. على صعيد آخر، أعلن أطباء قسم الجلدية بمستشفى سوهاج العام عودتهم إلى العمل وقطع الإضراب. من ناحية أخرى، انتقد بعض أئمة المساجد الأطباء المضربين وطالبوهم بإغلاق عياداتهم الخاصة. وما زلنا في محافظة سوهاج، حيث وضع المحافظ الدكتور يحيى عبد العظيم ومدير الأمن وعدد من القيادات بالمحافظة إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. يأتي هذا في ضوء احتفالات المحافظة بانتصارات 6 أكتوبر. على الهاتف معنا الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج. دكتور محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أذهب إليك الصحفي طه الهوي. طه، طه، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي طه الهوي. نذهب مشاهدينا إلى محافظة كفر الشيخ، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الثروة السمكية والاستزراع السمكي بجامعة كفر الشيخ، وستبدأ الدراسة بالكلية من العام الدراسي القادم، وهي الكلية الأولى من نوعها في مصر. على صعيد آخر، أكد المحافظ سعد الحسيني أن حصة المحافظة من المشروع القومي للإسكان تبلغ 33,000 وحدة سكنية. وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بسرعة تدبير مساحات أراضي الفضاء اللازمة لتنفيذ المشروع. ولمزيد من التفاصيل حول إنشاء كلية الثروة السمكية، معنا الدكتور مجدي القمري رئيس جامعة كفر الشيخ. دكتور مجدي، طيب يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال. سنذهب إلى الصحفي أحمد العشري. أحمد، هل أنت معنا؟ أحمد، نعتذر لكم مشاهدينا على قطع الاتصال على هذه الأعطال الفنية، وأشكركم على متابعة هذه الجولة في أخبار المحافظات. إلى اللقاء.